وحول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. مساء الخير أستاذة هالة، وأهلا بك معنا في نشرة الثامنة. يعني جاء ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 ليؤكدا مشروعية حقوق المرأة البحرينية، فهل ما تحقق اليوم للمرأة يرضي الطموحات التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة لرفعة المرأة؟ نعم، طبعا المجلس الأعلى للمرأة بحكم دوره واختصاصه هو جزء لا يتجزأ من منظومة مؤسسات الدولة المناط بها جانب إنفاذ مبادئ ميثاق العمل الوطني، وكذلك ترجمة النصوص الدستورية التي جاءت صريحة في خصوص حقوق المرأة كمواطن كامل الأهلية وبشكل لا يحتمل أي تأويل، كحقها في المشاركة السياسية والانخراط بشكل كامل في الحياة العامة، وتساوي المراكز القانونية للمرأة مع الرجل في ميادين العمل، وكفالة الدولة لمسألة تمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ودورها في المجتمع، وهو ما يحرص عليه الحقيقة المجلس من منطلق متابعته بشكل دقيق وحثيث لكل ما له علاقة بتنفيذ وتطبيق السياسة العامة للدولة المعنية باستدامة تقدم المرأة البحرينية على قاعدة إتاحة الفرص المتكافئة لها وإدماج احتياجاتها في التنمية. ومع مرور عقدين على بدء العمل المؤسسي في مجال نهوض المرأة، فلدينا ما يبعث على الفخر والتفاؤل بأن مسيرة المرأة البحرينية في الاتجاه السليم وتتولى مسؤولياتها الوطنية بكل جدارة واقتدار. وبالنسبة للمجلس فطموحه للمرأة البحرينية يتجدد باستمرار مع تجدد طموحات نساء الوطن. نعم، الأستاذة هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.